اتفضل. ازيك يا عبد، عامل ايه في حياتك؟ زي ما انت شايفه. وصلت لك الفلوس فلوس ايه؟ اللي بعتهم لك مع ناصح قبل ما اسافر؟ انت عارفه ان ايدي عمرها ما تتمد لفلوس واحده ست. انت طيب قوي يا عبد، صعب الواحده تقابل في حياتها واحد زيك كده. ما بالك، انا قلت في حقك، وعشان كده انا جاي اصلح الغلط ده. ازاي؟ فاكره لما طلبت مني الجواز؟ ساعتها كنت فاهم الامور غلط، لكن دلوقتي اتاكدت يا مباهج اني بحبك، وان الجواز مش هيقف في طريق نجاحنا. عشان كده قررت ان احنا نتجوز. وليه التنازل ده كله؟ انت نسيت انك استاذ كبير كبير قوي. مفيش داعي للكلام ده يا مباهج، انسي اللي فات، احنا ولاد النهارده. ما كانش العز، بس انا دلوقتي بقى ما بفكرش في الجواز. يعني ايه؟ يعني في حاجات كتير اهم لازم افكر فيها، زي حياتي ومستقبلي الفني، مش كده برضو ولا ايه؟ مش ده كان رأيك؟ برضه مش فاهم. يعني كل واحد فينا مش لازم يفكر غير في نفسه وبس.